أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض في وسط إسرائيل أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط في منطقة غير مأهولة من دون وقوع أضرار. للمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة زميلتي أريش حكروش مراسلة الغد. ما المتوفر من معلومات أريش في هذه الأوقات؟ أريش. نعم، حتى الآن هناك الجيش الإسرائيلي حتى الآن يقول بأنه تم اعتراض أرض أطلق من اليمن إلى الأراضي الإسرائيلية. طبعا كان هناك إنذارات سبقت هذا البيان في 20 بلدة ومستوطنة إسرائيلية في تل أبيب الكبرى. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي اليمن المسيرات والصواريخ نحو وسط البلاد وهي تل أبيب الكبرى أو منطقة جوش دان. قبل شهرين من الآن كانت قد أطلقت مسيرة وسقطت في شارع السفارات الحيوي الأساسي في مدينة تل أبيب. حتى الآن البيانات الصادرة عن الجيش تقول بأنه تم اعتراض هذا الصاروخ، ولكن هناك ما يتحدث في الإعلام الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه كان هناك سقوط لصاروخين في مناطق مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، ولكن الجيش الإسرائيلي قال بأنه هذه الصواريخ التي سقطت هي اعتراضات إسرائيلية وليس الصاروخ الذي أطلق. طيب أريش، أنا قرأت وورد لي من إسرائيل اليوم أو إسرائيل اليوم أريج إنه المنظومة الدفاعية تابعت هذا الصاروخ، ويعني قيل أنه صاروخ واحد وليس صاروخين لعدة دقائق، وقامت بتفعيل الدفاعات، وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض في سماء إسرائيل أو فلسطين المحتلة بطبيعة الحال وليس بعيدا عن حدودها. هل من إجابة لهذا التساؤل من إسرائيل اليوم، يعني أو تحدث ربما أحد المسؤولين في إسرائيل في هذه الأوقات، أو أنه بطبيعة الحال الغموض سيد للموقف؟ حتى الآن الإعلام الإسرائيلي في مثل هذه الأحداث، يعني كان هذا التساؤل أيضا عندما أطلقت المسيرة نحو مدينة تل أبيب قبل شهرين، حيث كان التساؤل لماذا لم يرصد هذا الصاروخ ولماذا لم ترصد هذه المسيرة واجتازت الحدود الإسرائيلية والسماء الإسرائيلية وسقطت في مدينة تل أبيب. أيضا الآن يعاد هذا التساؤل ويتكرر في هذه الأثناء من الإعلام الإسرائيلي. طبعا يعني هناك العديد من التساؤلات أيضا للجيش، حيث أنه يعني كان هناك مثلا من إدارات أحرونات الآن تقول بأنه نقلا عن مسؤولين يقولون أن الجيش الآن يحقق بهذا الأمر، لماذا لم يتم رصد هذا الصاروخ قبيل اجتيازه الأراضي الإسرائيلية، وأيضا لماذا لم يتم تفعيل الدفاعات في الوقت المناسب؟ يعني الدفاعات كانت قد أطلقت وفحلت قبيل دقائق، وهذا وقت متأخر يعد لاعتراض الصاروخ بعد أن اجتاز السماء الإسرائيلية. طيب من هو المسؤول عن يعني هكذا القرار يا أريش؟ الأمور التي لا يعلم الجيش، يعني من هو المسؤول عن هذا الأمر؟ هذا الأمر المسؤول عنه المنظومة العسكرية بالمقام الأول. يعني المنظومة العسكرية عندما تقول الآن، عندما تصدر البيانات وتقول الآن بأنه يجرى تحقيقا لماذا لم يتم اعتراض هذا الصاروخ ورصده قبيل اجتياز الأراضي الإسرائيلية، أيضا يعني يجرى تحقيقا الآن بنتائج اعتراض هذا الصاروخ وهذا السقوط الذي سقط في مناطق مفتوحة. طبعا المنظومة العسكرية الآن كانت قد سئلت قبلا عن الكثير من الحوادث والكثير من الإطلاقات، أولا بداية من عدم تفعيل صافرات الإنذار بكثير من الإطلاقات التي كانت من جنوب لبنان، أيضا التي كانت من منطقة غزة.
يعني هناك العديد من المناطق التي لم تفعل طافرات الإنذار، وكان هناك تبرير طبعا للجيش الإسرائيلي بأنه عندما يكون عندما يرصد الصاروخ بأنه سوف يصل لمناطق غير مأهولة بالسكان أو يمكن اعتراضه لا يتم تفعيل طافرات الإنذار، وهذا محل جدل حتى هذه اللحظة حتى في أوساط الإعلام الإسرائيلي. طيب طبيعة هذا المكان جغرافيا لماذا لم نرصد لم نرصد هذا الأمر قبل الحدود الإسرائيلية أو الفلسطينية المحتلة؟ طيب أنا قرأت في مرة منطقة غير مأهولة ومنطقة أخرى مفتوحة ومنطقة زراعية، يعني تضربت الأقوال الإسرائيلية. إن كانت المعلومة موجودة أريج، ما هي طبيعة هذه المنطقة جغرافيا؟ ولا هي فارغة من السكان أو هناك سكان ولكن قليلة كما يقال؟ أريج، يعني حتى الآن الذي يقال في ما تكون قيل في بيان الجيش أيضا الذي يقال في الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مناطق غير مأهولة بالسكان، هي مناطق مفتوحة، ولكن يمكن أن تكون هذه المناطق المفتوحة بالقرب من بلدات مأهولة بالسكان أو بالقرب مثلا مثل ما رأينا عندما تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة أو تم قطاع غزة نحو تل أبيب، كان يعني بالقرب من معسكر إسرائيلي كان في جنوب تل أبيب، أي أن هذه المنطقة ليست مأهولة بالسكان حتى هذه اللحظة، أي أن ليس هناك إصابات من بين السكان أو حتى أضرار جسيمة مادية في المباني وكل ما إلى ذلك. هذا ما يتم الحديث عنه حتى الآن، ولكن يعني يمكن أن يكون صغيرة من مناطق تفصيلة صغيرة وأخيرة معك الآن. إن كان هو الصاروخ الذي سقط أو بعض الشظايا نتيجة عملية اعتراض، يعني حتى تتضح الرؤية أو تكون هناك معلومات دقيقة، هل هناك أي درجة من النزوع حتى في الأماكن القريبة من مكان السقوط، حتى لو كانت المنطقة مفتوحة أو غير مأهولة، حتى من البلدات المحيطة؟ هل وصلت إليك هذه المعلومة أو لا؟ الكل في مكانه، في بيته، في منزله. أريش، عفوا لم أسمع السؤال. أريج، هل وصلت إليك أي معلومات تتعلق بنزوح الأماكن المحيطة من مكان السقوط سواء للصاروخ أو إن كانت شظايا عملية اعتراض؟ هل هناك أي نزوح إخلاء للمناطق القريبة من مكان الاستهداف أو لا؟ أريج، طيب يبدو أنني فقدت الاتصال. زميلتي أريش عكوش مراسلة أغاني من القدس المحتلة، شكرا.